وللأسف نسبوا في هذا الزمن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يفقه شيئا من السياسة، وهذا مما يروج له دعاة الفتنة ودعاة الخروج على الولاة، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كانت له مواقف مشرفة في أزمان الفتن، حتى ذكر الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء أن علي رضي الله عنه قال عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص لما اعتزل الفتن، قال رضي الله عنه: لمنزل نزله سعد وابن عمر، إنه لمنزل عظيم لما اجتنب الفتنة، وإن كان ذنبا فإنه ذنب يسير. وهذا إن دل يدل على فضل ابن عمر رضي الله عنهما لما اعتزل هذه الفتنة، ومن قال هذا القول فقد اعتدى على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الجهال حقيقة بالأحاديث الواردة في فضل هؤلاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لكن الجهل نسأل الله السلامة والعافية والهوى يردي بأهله.